بنرحب بكابتن نادين سلعاوي وكابتن تامر نادر لاعبات الاهلي لكره السله بعد الفوز بالدوري. في البدايه كنت شايفين ماتشات الدوري ازاي خصوصا انكم كسبتوا 3-0؟ والله طبعا احنا كنا داخلين الماتشات دي مستعدين لها جدا عشان كنا عارفين ان بعد مكسب الكاس كان مكسب صعب وحلو في نفس الوقت. كنا يعني عارفين ان فريق السبورتنج هيجوا بشكل مختلف خالص، هيجوا ماسكين جدا وعايزين يثبتوا وجودهم ويقدروا يفوزوا باول جيم. كنا عاملين حساب قوي لأول جيم ده بالذات، ذاكرناهم كويس، كنا بنلعب على نقط الضعف بتاعهم. قدرنا اللي احنا نثبت وجودنا في الماتش من أول دقيقة، يعتبر احنا ماسكين الليد كله، هما ما رجعوش خالص في الجيم. قدرنا نثبت شخصيتنا ومن هنا بقى خدناها الجيم 2. ويمكن بعد جيم 2 بدأنا نصدق أكتر ان احنا لا احنا عايزين نخلص في جيم 3، بغض النظر ان احنا تعبنا طبعا جدا مش قادرين نكمل اكتر من كده، فان احنا نطلع كل طاقتنا يعني في جيم 3 الحمد لله يعني قدرنا نفوز. في بدايه الموسم كانت البدايه مش احسن حاجه، خسرتوا دوري المرتبط، كنتي برضو انتي لسه جديده على الفريق، كنت شايفه بقيه الموسم ازاي مع بدايه بخساره ماتشين قدام سبورتنج اللي هو المنافس بتاعكم؟ يعني انا من قبل ما اجي النادي الاهلي وانا عارفه النادي الاهلي عمره ما بيستسلم، فانا كنت عارفه ان دي مش نهايه الموسم، يعني كنت عارفه ان احنا مش هنخسر بطوله ثانيه بعديها. يمكن كنا عايزين نبدا السيزون باحسن ما عندنا، بس ربنا كان رايد على كده. بس اللي انا كنت متاكده منه ان احنا مش هنحبط وان احنا كنا هنكسب باقي البطولات، ودي كنت حاجه واثقه فيها 100%، مش بس عشان احنا نادي الاهلي بس عشان الفرقه بعد الخساره نمت نفسها قوي وبقينا نتمرن اكتر بكثير وانا مجتهدين اكتر، وكانت الصوره كمان تعب قوي معانا، فانا كنت متاكده ان هنكسب يعني الباقي بصراحه. وفي حاجه كمان صراحه، يعني احنا كنا جايين من سيزون احنا كسبانين 5 بطولات، الراكت بتاعنا 50-0، ما خسرناش ولا جيم سيزون اللي قبليه، فطبيعي وحاجه بتحصل في كل النوادي حوالين العالم وبتحصل لكل الفرق، ان يعني عادي ان انت يحصل لك داون ومن ساعتها تعرف تطلع تاني لفوق. فانا حاسه ان ده كان يعني اللي هو الارم كده بالنسبه لنا في اول السنه، اللي هو لا في منافسين وانتوا محتاجين تبذلوا مجهود اكتر بكتير جدا عشان تفضلوا على نفس السوا يعني اللي انتوا كنتوا فيه السنه اللي فاتت وتكملوا. يمكن ده كان سؤالي التاني، اللي هو بعد موسم ناجح جدا بدون اي خساره، بس الاداء ما كانش احسن حاجه في دوري مرتبط، لدرجه ان شفنا جلسه مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي اللي هو بيقعد معاك وبيحذركوا ان في ثقه زياده وان ده غلط وهيأثر عليكم بقيه الموسم. انتوا برضو كنتوا شايفين الجلسه دي ازاي خصوصا انها مش في نهايه الموسم، دي بدري قوي؟ يعني هو عشان كابتن محمود الخطيب كان لاعب، فهو يمكن كان حاطط نفسه مكاننا جدا واكيد مر بتجربه شبه دي، فهو بص لها من نظرتنا احنا كلاعبين، ان انت بيجي لك ساعات ان هو زهق من المكسب او تعود على المكسب، فانت خلاص ما بقتش بتادي الاداء العالي قوي اللي انت المفروض تكون بتاديه بغض النظر انت المنافس بتاعك عامل ازاي. فهو قعد معانا حاول ان احنا يلمنا تاني، يقرص ودننا كده زي ما بيقولوا، ان ده مش انتوا ولا انتوا الفريق اللي انا كنت بتفرج عليه السنه اللي فاتت ولا انتوا الفريق اللي كسبين 5 بطولات. ومن ساعتها يعني الصراحه فعلا زي ما انتوا قايله تاني مستوانا اختلف خالص، تماريننا اختلفت خالص. لا يعني كنا بنتمرن من ساعتها لمباراه ماتش سبورتنج. رسالة كابتن طارق خيري بعد الخسارة دي، خصوصا زي ما بقول الأداء كان كل الناس شايفة ان هو لا مش هو ده أداءكم بتاع السنة اللي فاتت، خسارة المرتبط يعني. بالظبط. كان كلامه كله اللي هو هي حاجات بعيدة عن الفنيات، كانت الفرقة يعني ما كناش لامين بعض قوي، كان المكسب بتاع السيزون اللي فات بتاعهم مأثر على كل واحد لوحده، كان في أنانية في بعض من اللاعبين، فلما الفرقة كلها لمت بعضها وبقينا أكتر كعيلة فده ادى للمكسب. كان كلامه كله ماشي حوالين الناحيه دي. طبعا الفنيات كان ليها دور كبير واكيد طبعا مش بقلل خالص من الفنيات، بس كانت اكتر حاجات الفرقه محتاجه تلم نفسها قوي فيها، محتاجين نتعامل مع بعض كاننا اخوات، كاننا كلنا بنلعب للمكسب مش بنلعب ان كل واحد عاوز حاجه لوحده. فلما عملنا كده فعلا ده اللي حصل. يمكن في الدوري ما توفقناش قوي في الحته دي، بس كنا على الاقل في التو جيمز بتوع الدوري عملنا اللي علينا قوي، وكان الفوز برده مش مناسبنا، بس كنا متاكدين ان خلاص في الوقت الحاسم كنا هنكسب الماتشين اللي هو الكاس والثلاث ماتشات بتاع الدوري. يعني لائحه اتحاد السله بتخليكوا تجيبوا صفقه واحده بما انكم كنتوا بطل الدوري، وشفنا رحيل هاله شعراوي نور علي السبورتنج، بعديها الفريق ابتدى ينقص واحده ورا الثانيه،
نهى شتا، ندى نافع، سوريا، ازاي قدرتوا تتعاملوا مع كل ده خلال الموسم؟ احنا انكمشنا جدا، احنا بقينا بنوصل لمرحله اللي احنا بنبص يعني بالنسبه لنا يعني لو ما فيش بنات من 18 سنه ولا 20 سنه بيتمرنوا مش بنعرف نلعب 5 على 5. يعني احنا خلاص وصلنا لمرحله ان ما فيش اساسا عدد يكمل، بس ان دايما بيبقى فيه اصابات وشيء وارد جدا. بس يمكن يكون ان الاسباب اللي حصلت دي كلها خلت ان الناس كلها وقت الجد تسترجل ونحط ايدينا في ايدين بعض. كانت حافز اكبر ليك؟ كانت حافز اكبر بكتير جدا لينا، ان هو لا رغم كل حاجه احنا وحشه بنعدي بيها ان احنا هنقفل على نفسنا وهنكسب وهنعمل اللي علينا. واحنا بقالنا سنه كامله بنجهز ان احنا عشان للدوري، انت بقالك بتتمرن 7-8 شهور عشان بس تلعب بطولتين، اهم بطولتين عندك، فاحنا نستاهل ان احنا نكسبهم عشان احنا تعبنا قوي وضحينا بحاجات كتير جدا جدا علشان يعني ان احنا نكون بنأدي بمستوى اعلى ونكسبهم. قبل بداية الموسم كانت صفقة الاهلي هي تمارا، هي الصفقة الوحيدة. كلام كتير طبعا عشان تمارا بنت كابتن نادر السيد، لاعب زمالك، لاعب اهلي، اتعاملتي مع كل ده ازاي؟ خصوصا ان كان كل الكلام ان في مفاوضات برضو مع سبورتنج في نفس الوقت. طبعا انا جالي سبورتنج، واني مش بقلل من نادي سبورتنج، بس طبعا لما الاهلي كان سيريوس وافيشال معايا انا اخترت الاهلي من غير ما افكر. وكمان خصوصا ان بابايا كان ليه دور كبير قوي، حتى لما الناس كانت بتتكلم كتير كان هو اكيد متعود على الضغط والبريشر بتاع الجماهير، فكان دايما بيعلمني ازاي اتعامل من امور، لان انا برضو لسه صغيره ولسه ببدا مسيرتي يعني، فطبيعي كنت ممكن اتاثر. بس مساعدته معايا بان انا ازاي اتعامل بالامور، ان انا اعمل اقصى ما عندي في الاول وفي الاخر، لما بتعمل كل اللي عندك ربنا دايما بيكرمك والجماهير نفسها دايما بتكون في ظهرك. فكنت بتعامل مع الامور بالطريقه دي. وفي نفس الوقت بابايا مش عشان هو زملكاوي ولا عشان عيلتي زملكاويه يبقى هو هيقول لي لا ما تروحش الاهلي، بالعكس هو بيحترم الناديين، وفي الاول وفي الاخر هو لعب برده في نادي الاهلي وبيجي لي كل الماتشات وبيشجعني في كل الاوقات، فده اكتر حاجه تثبت ان هو ما عندوش اي مشكله من ناحيه النادي الاهلي او غير نادي الاهلي. يعني هناخد من كلام تمارا، كان في برضو كلام كتير بس بعديها لقينا ان تمارا اندمجت بسرعه مع الفريق، حتى الناس اللي كانت بتنتقد الصفقه لا بدات تشيد بيها وصفقه للمستقبل. برضو نادين من اللعيبه الخبرات والقديمه في الفريق، ايه اللي وصلتي لتمارا في خلال الموسم؟ انا تمارا بالنسبه لي اختي قبل ما هي تيجي الاهلي. بالنسبه لي كانت لعيبه بروفيشنال جدا، لعيبه شكلها حلو وهي بتلعب، ودايما كنت بقول كده واربعايه بتعمل حاجات، الحاجات دي اصلا ناقصه يعني ستايلها ده ناقص في الدوري عامه. وكنت شايفه ان هي تبقى ادد فاليد قوي للنادي الاهلي عندنا، بلس ان احنا يعني حلو ان انت تجيب صغيرين ناشئين يكملوا معاك فتره طويله. فتمارا برضو يعني شخصية محبوبة لذيذة، فيعني قدرت ان هي صراحة تندمج معانا بسرعة وتخش في الفريق عادي جدا. احنا كنا مرحبين بيها جدا. هي للأسف اتحطت بس جوه قوقعة تمارا نادر السيد صفقة النادي الاهلي، وده كان بس يعني المصطلح الغلط اللي حط عليها بريشر كبير جدا في اول السيزن. وده يمكن قعدت اتكلم معاها كتير قوي في الاول، احنا مش جايبين تمارا صفقة النادي الاهلي عشان تشيل الاهلي، احنا جايبينها للمستقبل بالظبط، للمستقبل، وان هي برده ستيل هيبقى عندها امباكت كبير قوي معانا لان احنا محتاجين الحاجات اللي هي بتديها. يمكن تمارا في كل الماتشات يعني لو هنتكلم على ماتشات سبورتنج، هي في كل الماتشات كان ليها دور مهم جدا 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 معانا في يعني الناس الاساسيه والناس اللي بتشارك وبتاخد تايم، وهي ما شاء الله يعني عليها الصراحه كمان لعيبه ذكيه. يعني بمناسبة الاندماج، شفنا تشجيعك للأهلي، يعني سواء كنت بتشجعيه قبل كده أو لا، تشجيعك للأهلي ما بقاش باسكت بس، ولقينا نشوفك في ماتشات طايرة وتقريبا ماتشات كورة كمان. فإزاي ده بيحصل خصوصا ماتش الطايرة؟ كنت أنت وأحمد في نفس الماتش بس مدرجين مختلفين. لا عامة ده أكتر حاجة تبين إن عايز يروح رياضية في البيت، وإن أحمد كان عايز يروح عشان هو صاحب اخو داليا مرسيدي قوي، فكان هما الاثنين رايحين مع بعض ناحيه الزمالك وانا رايحه ناحيه الاهلي، وعادي من مروحين مع بعض نفس العربيه عادي وجايين مع بعض نفس العربيه. يعني بيحصلش بقى بينكم الاهلي والزمالك خالص؟ هما عارفين ان انا خلاص تمام نادي الاهلي، انا بهلاويه وبحترم نادي الاهلي، وهو زملكاوي وبابايا زملكاوي وهما بيحترموا نادي الزمالك وانا بحترم نادي الزمالك، هما نفس الحاجه. بس في الاخر ده مش هيأثر على علاقتنا، احنا اخوات يعني، فعادي ما اثرتش يعني.
بمناسبة الزمالك، يمكن من سنتين تحديدا كان طلع كلام كتير ان الزمالك ابتدى يدعم فرق السيدات، شفنا ده في الطايرة فعلا. بعدين ارتبط اسمك وسوريا تحديدا من سلة الاهلي انه في مفاوضات وقريبين. بلاش اقول لك قلت لهم ايه. يعني ده حصل؟ ايوه طبعا. ايه بقى قلت لهم ايه؟ بلاش اقول لك. لا يعني قفلت الموضوع من اول مكالمه. يعني ما سمعتيش مفاوضات؟ ما سمعتيش لا. ارقام؟ لا سمعت كده كده ارقام واتقال لي اللي انت عايزاه وتعالي بس و 50%. بس انا مش انا اللي هو انا موجوده في النادي ده وانا بحب بجد النادي الاهلي ونفسي اكبر فيه ونفسي اسيب يعني. نفسي اسيب يعني اسم وكده فيه وابقى يعني حاجه للناس الاصغر مني. يعني يعني فعلا كان انتي وسرايا في مفاوضات وكان في كلام ان الزمالك عايز يضمك؟ انا نفسي انا كان في مفاوضات بس انا مش ما اعرفش سرايا، بس انا كنت سمعت يعني ان هو كان في مفاوضات يعني في نفس الوقت اللي كان بيحصل في الفولي بول. يعني تمارا اول موسم مع الاهلي كل البطولات تقريبا ما عدا دوري المرتبط، تقييمك للموسم ده ازاي خصوصا ان انتي جايه برضو لسه صغيره في السن؟ تقييمي الموسم ده الموسم واحد انا اتعلمت فيه كم خبرات غالبا عمر ما حد يعرف يتعلمها في حياته، يعني عشان كان موسم مش ثابت، لا هو كان موسم فيه ups and downs كتير قوي، خصوصا ان انا معايا لعيبه كبار ونجوم الباسكت في مصر يعتبر، فتعلمت كتير قوي وموسم يعلمني للمواسم اللي جايه كتير. وان اكتر حاجه اتعلمتها منها ان لو خسرنا ما نحبطش، يعني النادي الاهلي دايما عمره ما يحبط على بطوله، بالعكس ده حافز اكتر ان احنا نكسب. وبيجست اكزامبل يعني مثلا في تاني ماتش في الدوري كابتن طارق للاسف اخذ التيم تكنيكال واتطرد، كابتن كريم الاسيستنت وقف، بانت قوي شخصيه نادي الاهلي ان هم اخذوا المسؤوليه قوي ان خلاص طالما احنا اتحطينا في موقف ان احنا كابتن طارق مش واقف على الخط، لا احنا هنقدر نكسب وهنقدر نثبت ان احنا قد المسؤوليه وكده. بس فدي مثلا اكبر مثال ان انا خدت خبره مش طبيعيه في السيزون ده. يعني بمناسبة كابتن طارق، كابتن طارق من أساطير التدريب في الباسكت، كان عمل نجاح كبير جدا مع فرق الرجال، بس يقال إن مش شرط إن مدرب نجح مع فرق الرجال إنه ينجح مع فرق السيدات عشان التعامل بيكون مختلف. هل فعلا التعامل بيكون مختلف؟ ومن وجهة نظرك إزاي نجح في الاتنين؟ هو كابتن طارق يعني ما شاء الله عليه الصراحة، يعني قدر من أول يوم جالنا إن هو يكون أب للفرقة دي. هو فعلا احنا بنقول له انت حراك الاب الروحي للفريق، بجد هو بيتعامل معانا سل احنا بناته، مش بيتعامل معانا سل انا مدرب وانت واحد اتنين تلاته، هو لا في تعامل وفي خد وادي وتعالي اتكلمي وعندك مشكله وعندك كذا، شخص متفاهم جدا. ويمكن ان يعني هو حاول ان هو يقوي علاقتنا كده، وكان دايما ياخدنا يلا نروح ناكل مع بعض، يلا انا عازمكم في المكان الفلاني، كان دايما اول لما جه حابب ان الفرقه تتلم وان هو يعمل جو وروح مختلف جدا في الفريق. انا مثلا كنت اعرفه عشان يعني كابتن طارق يعني مربيني اعرفه من وانا طفله، فانا كانت يعني شهادتي فيه جرحه زي ما بيقولوا. بس كفرقه اول مره يتعاملوا معاه الناس كلها يعني حبيته جدا وقدرت ان هي تندمج بسرعه قوي مع كابتن طارق. هو فعلا حقق يعني هو كسب بطوله افريقيا مع الولاد في النادي وكانت صعبة جدا 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 كمان. قدر في أول سنة يجي يمسك فيها بنات يكسب 5 بطولات، يكسب 50 ماتش ورا بعض ما يخسرش ولا واحد فيهم، ولا واحد حتى يقزم ولا أي حاجة. يعني في سنتين أنت لعب 10 بطولات كسب 9، فده يعني انجاز يعني وحاجه كبيره جدا الصراحه يعني تحسب لكابتن طارق. يعني بنشوف كابتن طارق في الماتشات بيتعصب كده لما تعليمات ما بتتنفذش، هل بيأثر عليكم ان بيزعق لنا وكده؟ لان بعد الماتش بنشوف ان هو عمال بيضحك مع كله، ولا انتوا عارفين ان ده وقت الماتش مفيش كلام؟ يعني انا حاجه نادين بتقوله ان هو عامل زي الاب الروحي في الفرقه، طول ما علاقتك كويسه مع المدرب بره الملعب دايما هتتقبل اي انتقاد، حتى لو علاقتك مش كويسه لازم هتتقبل انتقاد المدرب. بس خصوصا كمان ان كابتن طارق ليه دور كبير قوي 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 مع كل اللعيبه ان هو يكون علاقته كويسه قوي معاها، فكابتن طارق غصب عنه لما يتعصب على غلطه انا عملتها في الملعب نادين او غيرنا انت بتتقبل الانتقاد، لان هو برده مش بينتقدك لحاجه شخصيه، لا هو بينتقدك لشغل في الملعب، فانت برده بتتقبلها ومش بتاخدها قوي على نفسك عشان تعرف تركز، خصوصا ان انتوا علاقتكم كويسه قوي. فده بصراحه ده يعني عمل الانجاز بان هو يعني يخلي علاقته كويسه مع كل واحده في الفرقه، يعني بجد ما عندوش مشكله مع ولا واحده في الفرقه يعني الحمد لله. نادين رابع سنه في الاهلي بعد تجربه احتراف قصيره في امريكا دوري الجامعات،
كنت معانا هنا وقلتي ان انا طموحاتي اكبر حتى من البطولات المحلية. انا هدفي ناخد بطولة افريقيا. ليه الاهلي مش بيشارك قاريا؟ ليه دي مش عارفة ايه اللي حصل. احنا للأسف يعني كنا المفروض هنشارك السنة اللي فاتت في البطولة بس ما كانش لينا حظ يعني، بس الحمد لله الحمد لله يعني لسه امبارح يعني خدنا وعد من مجلس الإدارة وكابتن محمود الخطيب قال لنا ان شاء الله السنة الجاية يعني هنشارك في بطولة افريقيا. ده خلاص كده رسمي. يعني خلاص ان شاء الله رسمي. فدي كانت حاجة الصراحة فرحت الفرقة، ودي كانت حاجة احنا عايزينها جدا ومستنيينها قوي، ويمكن تكون دي حاجة عملت للفرقة إحباط إن إحنا بعد ما كنا متحمسين قوي السنة اللي فاتت إن إحنا هنشارك وما شاركناش. سبورتنج شارك ونظم وكسب وكسب فرق كتير، فاللي هو كانت بطولة قدامك سهلة ممكن تكسبها. أنا بالنسبة لي أنا نفسي أخد بطولة أفريقيا وسط النادي الأهلي، في النادي الأهلي وسط الجماهير. يعني هي يعني أنا بالنسبة لي حتى لو خدتها بره هي جمالها إن هي تكون كمان في النادي الأهلي، يعني يبقى حظنا أحلى وأحلى كمان. تمارا فريق السيدات هو القطاع الوحيد اللي ما خدش بطولة أفريقيا في النادي، الأهلي خد كل بطولات أفريقيا في كل القطاعات. شايفة ده هيبقى ممثل ضغط عليكم ولا تتعاملوا معاه إزاي؟ خالص يعني مش حاسة إن هي ليها علاقة بصراحة يعني. وكمان إن إحنا ما شاركناش دي كانت حاجة بره إرادتنا، فمش حاسين اللي هو بذنب. مش مثلا رحنا التصفيات وما تأهلناش خالص، بالعكس إحنا بجد مبسوطين قوي وبجد اللي هو احنا فعلا عايزين نشارك. فبالعكس انا حاسه ان هي ما عليهاش اي ضغط، طبعا في ضغط الماتشات بس ما عندناش اي ضغط نفسيا، غير ان احنا علينا ضغط ان احنا عايزين نفرح جميل، وفعلا احنا ككل واحده فينا عايزين نكسب البطوله دي، خصوصا ان هي يعني ان شاء الله ان شاء الله 90% يعني ان شاء الله هتتعمل في النادي. فبرضه زي ما نادين بتقول طعمها هيكون غير اي بطوله وسط الجمهور، وفي الاخر بطوله افريقيه يعني. نادين من كباتن الفريق متفوقين في آخر موسمين بكل البطولات تقريبا باستثناء بطولة، إيه الرسالة اللي ممكن توصليها للعيبة عشان تدخلوا الموسم الجاي مش بنفس غلطة الموسم ده؟ يعني حاسة إن إحنا خلاص اتقرص بدنا زي ما قلت في يعني في أول الكلام، إن إحنا فعلا كانت اتقرص بدنا من بطولة المرتبط، وزعلنا عليها كتير قوي للأسف. كان يعني زعلها يعني كانت البطولة اللي بعدينا اللي هتفرحنا كانت يعني الكاس يعتبر، فكان 6 شهور تقريبا بالظبط. فأنت زعلت فترة طويلة جدا على البطولة دي، وكانت يعني مضايقة كل واحدة فينا، وحاسة إن كل واحدة فينا اتعلمت درس، اتعلمت إن يعني إن هي ما ينفعش تأثر وما تستهونش بأي بطولة أو أي منافس. واحنا عارفين يعني كنا لسه بنتكلم امبارح ان فرقه يعني الفريق اي فرقه يعني بغض النظر جزيره سبورتنج من المنافسين هيجوا طمعانين فينا اكتر واكتر، ومستنيين وهيبقوا من دي وان هم اللي بيجهزوا ان هم عايزين يعني لا يبينوا ان هم موجودين. فاحنا كفرقه مش عايزين نسمح ان احنا نبوظ اللي احنا نهينا عليه السيزون. الحمد لله الحمد لله احنا الفرقه اتغيرت 360 درجه، روح عاليه جدا، كله بيموت نفسه وكله بيرمي نفسه على الارض، كل الناس بتفرح ولكن هي بنجيب اجوال لما بنحط باسكت، حاجات ما كناش بنشوف اول السنه. تعبنا كتير قوي علشان نوصل للي احنا فيه ده في اخر السنه، وده كان يعني السبب الرئيسي من يعني اللي احنا كسبنا بيه الكاس والدوري، ان الفرقه اللي بدات السيزون مختلفه تماما عن الفرقه اللي نهت السيزون. فاحنا عشان عشنا ده وشفناه عايزين نقدر نتمسك بيه يعني ان شاء الله، ونكمل بقى للسنه الجايه يعني ان شاء الله. تمارا كان ليكي تجارب احتراف في اوروبا، ايه اللي استفدتيه في التجربه دي وهل بتفكري تكرريها تاني ولا خلاص القعده في مصر؟ ممكن بوينت اوت قوي حته ان عقليه اللعيبه في اوروبا عاليه قوي قوي قوي، يعني دي اكتر حاجه يمكن استفدت منها، ان انت قاعد مع لعيبه في الملعب بيفكروا بعقليه مختلفة خالص عن عقلية، مش بقلل من اللعيبة المصريين ولا اللعيبة المحليين بالعكس، بس هم عقليتهم ان هم بيلعبوا دايما عشان مكسب، بيلعبوا دايما عشان الفرقة، بيلعبوا دايما عشان شكلهم يكون كويس في الملعب جماعيا وكده. فدي اكتر حاجة تعلمتها. وعلى تجربة احتراف انا في الاول وفي الاخر يعني في النادي الاهلي، ودي كانت حلمة انا عايزة اوصله من بدري. يمكن انا كنت طلعت قبل كده في انترفيو برضه قلت قبل ما اجي النادي الاهلي ان انا نفسي اجي النادي الاهلي، فما اظنش ان انا بعد ما دخلت النادي الاهلي هكون بفكر في ان انا احترف تاني، بالعكس يعني انا كل تركيزي دلوقتي مع النادي الاهلي. بدات الموسم 4 هزايم من سبورتنج، بعديها اول ماتش بعديه كان الكاس. تفتكري ان المحترفه كان ليها دور برضو في الفريق، وايه اللي هي ضافته ليكم؟ المحترفه دخلت عملت جو في الفريق، هو بجد بيتصل كده، هي محترفه جد.
حصل لها انتقاد كبير قوي اول لما جت، وايه المحترفه دي وارقامها وحشه جدا، مش بتجيب بوينتس كتير ومش بتجيب بوينتس وبتلم ريباوندز قليله. بس هي المحترفه دي كانت بجد من اسباب مكسب الفرقه بالكاس والدوري، عشان هي دخلت عملت جو في الفرقه مش طبيعي. يعني مش ان هي كانت شخص بيتكلم كتير اكتر ما هو شخص الاكشنز بتاعته بتخليك ان انت لا تحترمها كويس قوي، وان هي واحده قلبها على الفريق قوي وعايزه تكسب معانا. فلا يعني هي كانت كمان اول سنه ليها كاحتراف، هي صغيره في السن يعني مش كبيره، بس هي الصراحه يعني هل في يعني كلام انها ممكن تكمل ولا هي للاسف خلاص؟ قبل ما تيجي اصلا الاهلي كانت ماضيه في فريق في اسبانيا للسنه الجايه للاسف، يعني من قبل ما هي تيجي. بس هي يعني يمكن يكون لسه كانت مسافره وبتعيط، يعني ان هي نفسها تقعد من كتر ما احنا الفرقه حبتها جدا، من اكتر الناس اللي اتعلقنا بيها، جت بجد اتعلقنا بيها قوي. تاقلمت كمان بسرعه، وتاقلمت هي. بس هي كانت عامله لنا جو في الفريق يعني بجد مش طبيعي، يعني جو حلو جدا. انا بس عايزه ازود حاجه، محترفه من يوم ما جت، اول ما دخلت النادي جت قالت لي انا هنا عشان اكسب، انا مش هنا عشان نخسر. فهي فعلا عملت كل اللي عندها ان احنا نكسب. وكمان كانت الناس بتنتقدها ان هي مش بتسكور ومش عارف ايه، بس احنا ما شاء الله معانا سكورز كتير قوي في الفرقه منهم نادين وغيرها. فهي بجد جت عشان تساعد الفرقه، فدي حاجه بجد بنشكرها قوي عليها. يعني هي كانت دايما تقول انا جايه اعمل اللي ناقص عندكم. يا هو الروح دايما يعني. دي اللي هو دور المحترف المفروض يعني اللي هو انا مش جاي عشان اخليكم متضايقين في اللعب، انا جاي اشوف ايه اللي ناقص عندكم في اللعب، وانا اكون بفل يعني الحته دي. طب في ظل النواقص اللي موجوده في الفريق من اول الموسم وكل شويه بتزيد، الاهلي ملوش غير صفقه واحده، شايفين ان ده هيكون كفايه ولا اللي انتوا عملتوه الموسم اللي فات هتكملوا بيه ومش هيفرق معاكم في حاجه؟ ارد ماشي. هو بالعكس انا حاسه ان السكواد اللي موجود حاليا في الاهلي كان قادر انه يتحمل مسؤوليه ان في مش عارف 3 4 لعيبه مش موجودين، خصوصا كمان الناشئين بجد بجد فعلا طالعين كويسين قوي قوي قوي. فهو يكون يعني حرام لو ناس جم من بره وقعدوا الناشئين، يعني فعلا الناشئين وعادين قوي في نادي الاهلي. فبالعكس انا شايف ان ده اصلا يمكن لينا صفقه واحده، وان شاء الله تكون صفقه قويه قوي وتفرق معانا. بس انا شايف ان دي كمان فرصه كبيره قوي، وكابتن طارق كمان بيحب اللعيبه الصغيره، ان هو كمان يساعد الناشئين وان الاهلي فعلا يكون ليه فيوتشر لمده 15 سنه قدام مثلا. يعني فبالعكس مش حاسه ان دي حاجه تاثر علينا. الدوري شفناه النهائي بنظام بيست اوف 5، يعني اللي يكسب 3 ماتشات هو اللي بيكسب البطوله. ده تقريبا بقاله سنتين او 3. شايفه مع الكلام اللي بيقول ان المفروض السيدات يكون بيست اوف 3 بس؟ لان احنا السيزون بتاعنا بيبتدي بدري قوي، يعني بنبتدي اخر 9 اول 10 ماكسيمم، وبتلعب احنا السنه دي مخلصين اخر يعني 30/5 او 31/5. فانت بتلعب بجد يعني فتره طويله جدا جدا جدا، ده غير انت في النص انت بتروح تلعب منتخب 3/3، بتروح تلعب منتخب 5/5. فانت بتوصل لمرحله الفاينلز انت مجهد نفسيا وعصبيا ونفسيا، لا كل حاجه بدنيا كل حاجه. فيمكن يعني زي ما قلت لحضرتك في اول الكلام، فكره ان احنا جيم 3 واحنا نازلين احنا بنقول لنفسنا احنا مش قادرين ان احنا لا قدر الله يعني هم يكسبوا الجيم ده فنلعب جيم 4 عشان احنا خلاص مش قادرين. فترة برضو الفاينلز دي احنا كنا يعني قافلين على نفسنا قوي، بنتمرن صبح وبالليل حتى بعد المكسب. يعني انت بتكسب جيم 1 تاني يوم الصبح عندك تمرين وعندك جيم وعندك تمرين بالليل، يعني متواصل كل ده. فاحنا كنا اللي هو بجد تعبانين جدا، وفي نفس الوقت مش عايزين ان احنا نريح عشان ما نفكش، عشان عايزين نخلص زي ما بيقولوا. احنا فعلا اخر فتره قعدنا 13 يوم ما خدناش ولا يوم اوف يعني. يعني اللي هو احنا كمان لاحظنا اخر ماتش في اول 3 دقايق تقريبا بيتس محترفه سبورتنج وقعت، رونيم كمان وقعت. ف لا هو مجهود بدني عالي جدا 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 يعني الصراحه، وبالذات ان سيزون السنه دي كان طويل. يعني حتى السنه اللي فاتت انت مخلص قبل كده بشهر. سيزون لما بيطول ده بيفرق معانا، يعني انت احنا خلاص بقى اللي هو احنا بجد تعبنا مستنيين الاوف سيزون، جسمنا بجد تعب يعني. تمارا لعبتوا سبورتنج 8 ماتشات السيزون ده، اخر 4 كسبتهم عكس اول 4. ايه اصعب ماتش بالنسبه لك كان فيهم؟ ماتش الكاس. لا ماتش الكاس بالنسبه لنا كان حياه وموت فعلا، لان دي كانت البدايه
لباقي السيزون اللي هو الدوري يعني. ماتش الكاس كان نفسيا صعب بدنيا صعب، كان ماتش قاتل يعني. كان يعني لو سبورتنج خسر زي ما خسروا هيحبطوا، زي ما هما بصراحة احبطوا. لو احنا كنا خسرنا كنا هنحبط جدا. فهو كان ماتش بالنسبة لنا حياة وموت، خصوصا ان ماتشات الكاس دي بيكون ماتش واحد خطف يعني، ما عندكش فرصة بعديها. فده كان اصعب ماتش قبل ما يكون بدنيا يكون نفسيا فعلا اصعب ماتش يعني. احنا كنا كمان عندنا مشكلة ان احنا يعني سبورتنج ركب علينا نفسيا في اول السيزن. احنا كنا ما بنعملش يعني بنخسر. عارفين ان احنا اخر ماتشين في اللي هو بتوع الدوري الرايح جاي الاتنين قدنا اداء عالي جدا، بس للاسف برضو خسرنا. حتى لو كان الفرق قليل يعني، مرة خسرنا 5 بوينتس ومرة تانية تقريبا كان 8 بوينتس. وعارفين ان الماتش السكور بتاعه مش فارق يعني، هو بس في الترتيب مش فارق اي حاجة. بس برضو هما نفسيا راكبين عليك، هما بقوا بيطلعوا بيقولوا احنا عارفين اللي هنكسب الاهلي اي وقت حتى لو هما كسبيننا. فاحنا نفسي يعني الموضوع كان بس نفسي شوية. فالحمد لله يعني اللي احنا قدرنا نكسر الحاجز ده في ماتش الكاس علشان يعني نفوز بالدوري. برضو بعد ماتش الكاس الثلاث ماتشات بتوع الدوري، الماتش الثاني شفنا تألق غير عادي من نادين 37 نقطة. فايه سر التألق ده، خصوصا ان الماتش ده اكيد كان اهم للسبورتنج عشان يقدروا يعادلوا السلسلة تاني؟ والله اكيد كان توفيق يعني كبير من عند ربنا. بس يعني هو الماتش ده كان ظروفه كانت غريبة وصعبة ومختلفة. كوتش بيطرد بره ولسه الكوارتر التاني ناقص عليه 3 دقايق، والماتش ما كانش بعيد خالص، السكور كان قريب. عندنا الاسيستنت كوتش ما حصلتش ان كابتن طارق خد يعني يعني ما كانش طلع بره خالص، اخد 2 تكنيكال فاول من اول السيزون. اول مره كريم ان هو يقف يكاتشن علينا في ماتش ضد سبورتنج في فاينل الدوري، خضه ورهبه لينا كلنا يعني. فانا كواحده يعني ليدر ويعني من كباتن الفرقه، لا يعني انا كان بالنسبه لي لو احنا كده كده هنكسب بغض النظر ايه اللي بيحصل لنا. وكده كده انا يعني بغض النظر الحمد لله كان في توفيق من عند ربنا، بس انا هعمل اكتر حاجه في جهدي يعني اللي انا اقدر اساعد ان الفريق يكسب. وكل ما يعني زي ما بيقولوا ندوس ونكسب فرق سكور، كل ما ده حاجه يعني نفسيا لينا احسن. انا فاكره كريم الاسيستنت كوتش جالي بعد الماتش قال لي نادين فعلا اخذت مسؤوليه المكسب، لان هي فعلا راحت له ما بين الشوطين طبطبت له على كتفه قالت له هنكسب، قالت له احنا هنكسب النهارده. فده تبين قد ايه هي اول لما اخذت المسؤوليه خلاص هي لعيبه كبيره وهتاخد المسؤوليه ان احنا هنكسب. ففعلا ربنا كرمها عشان نيتها كانت فعلا ان احنا نكسب، وما شاء الله جايبه 37 بوينت يعني. بعد الماتش الثاني كان في اشادات كبيره بيكوا من صفحات الاهلي تحديدا، هل ده مثلا اثر على معنوياتكوا ولا انتوا اصلا ما بتبقوش متابعين حاجه خلال البطوله؟ يعني طبعا احنا بنشكر جماهير الاهلي ان هم بجد في ظهرنا دايما، بس انت مش بتركز مع الميديا قوي خصوصا في الاوقات دي، لان انت مثلا ممكن يكون بالنسبه لك المدرب طالب منك حاجات معينه في الملعب انت عملتها، بس الجماهير شايفين ان او الميديا بلاش الجماهير شايفين ان لا ده مش كفايه. فده ممكن ياثر عليك نفسيا لو انت مش عارف تفرق. فبالعكس انت وقت اصلا ماتشات الفاينلز او اي ماتشات مهمه عمرك ما تركز في الميديا، خصوصا ممكن يكون في حاجات كويسه وحاجات وحشه، بس في الاخر يعني الاحسن انك ما تركزش يعني. اللقب محترفة الأهلي للنادين سلعاوي يمكن نتقال عليكي من قبل حتى 37 نقطة، بيمثلك إيه وبتشوفيه إزاي؟ يعني مبسوطة أكيد إن يعني الميديا والجماهير بيلقبوني بحاجة زي كده. بس يعني أنا بجد كان بالنسبة لي يمكن يكون الكاس والدوري دول أغلى بطولتين كسبتهم. كنت بعمل يعني اللي هو أنا اتغيرت كلاعبة ونضجت كتير جدا وتعلمت من كابتن طارق كتير جدا، وبرضو بقيت عايزة أدي فريقي اللي ناقص طول الوقت. يعني ممكن حاجة الناس ما تعرفهاش كتير، أنا كابتن طارق قعد معايا صريحة أول سيزن اللي فات قال لي أنت لو ما لعبتيش ديفنس كويس انت مش تلعبي، انا مش هلعبك. وانا كنت واحده انا سكورر بس يعني موستلي ديفنس كويسه بس يعني عاديه. ما تاثرتيش بالرساله دي؟ بالعكس خالص، انا خدتها العكس خالص، خدتها تشالنج بين تحدي بيني وبين نفسي اللي هو لا انا همسك المحترف. مين اكتر واحده هو كان بالنسبه له محدش عارف يمسك ريم موسى، انا همسك ريم موسى مش هتحط فيا.
فبدات اللي انا اثبت ان هو لا يعني الحمد لله كانت اكتر حاجه بسطاني بعد ما السيزون خلص ان الناس كلها بتكلمني تقول لي هو ايه مستوى الديفنس اللي انت كنت عاملاه ده. يمكن يكون في ماتش الكاس كان ليا دور كبير جدا في الديفنس يمكن اكتر من الاوفنس. يعني الاوفنس الحمد لله كان ليا دور بس في الديفنس كان في اخر كوره اصلا قبل ما نشوت البازر هي ريمو صراحه 1 1 عليا قمت واخدها ستيل. يعني كان هيحط باسكت والماتش يخلص. فبقيت بالعكس بستيب اب جدا في الديفنس وبساعد فرقتي اكتر بكتير جدا. والكوتش بقى بيديني هو بقى بيديني ثقه اللي هو لا روحي امسكي الاحسن لعيب عندهم. تمر بعد اول موسم ايه طموحاتك مع الاهلي الفتره الجايه؟ مبدئيا الصراحه يعني بطوله افريقيا يعني دي هتكون الاول بطوله اخدها اول بطوله اخدها افريقيه وكمان هكون لسه سني صغير فان شاء الله يعني تكون بدايه لبطولات افريقيا. تاني حاجه طبعا الباقي الخمس بطولات في اخر نادي الاهلي يقدر انه يكسب 6 من 6 زي ما هم عملوا السيزون قبل ما انا اجي. فطبعا طموحاتي ان احنا نكسب 6 بطولات ونفرح بصراحه يعني بصراحه كابتن طارق والجماهير يعني بس كابتن طارق اكتر. نادين انت من اللعيبه اللي بيلعبوا 3 على 3 ويمكن بطولاتها كتير وبيتم استدعائكم كتير وبتعمل مشاكل دايما الناس بتشتكي. انت بقى كنادين بتبقى وضعك ايه في البطوله؟ يعني بتبقي بتحسبيها ازاي؟ احنا بنمثل منتخب مصر في الاول وفي الاخر. هل هي فعلا بتاثر عليكم او على مستواكم؟ بتاثر علينا احنا. هي فكره 3 على 3 ناس كتير قوي مش فاهمه ان انت كل لعيب ليه بروفايل. البروفايل ده انت بتكون نقط. النقط دي لازم تقعد تلعب في البطولات ولازم وقت البطولات الرسميه ياخدوا من التوب 10. يعني مثلا انا دلوقتي مثلا رقم 1 في مصر في الرانكينج فنادين لازم تبقى موجوده، رنيم لازم تبقى موجوده. فاهم قصدي؟ هي الفكره في كده. فاحنا غصبا عن يعني الاتحاد بيبقى يعني لازم ان هو ياخد مننا عشان نقدر نسافر البطولات. هو اكيد بيكون في تشتت لان هو احنا عندنا مشكله ان بجد ال 3 على 3 مختلفه خالص عن لعبه 5 على 5 وفي وسط الموسم دايما بيحصل. المفروض اصلا الفيتنس بتاعها مختلف خالص، طريقه اللعب مختلف خالص. المفروض يعني حتى بره مصر هم بيقعدوا اتليست 6 ويكس قبل ما يروحوا يلعبوا اي بطوله، ده مينيمم 6 ويكس. كمان بره مصر اغلبهم ما بيكونش بيلعب يعني ماكسيمم هتلاقي واحده في كل فرقه هي اللي ممكن تكون محترفه بتلعب 5 على 5 ده ماكسيمم. غير كده هما الناس دي متفرقه بتلعب 3 على 3 طول السنه. احنا حرفيا احنا بنبقى كنا بنلعب الدوري رايح جاي، خلصنا انا فاكره خلصنا الماتش رحنا على معسكر يلا بعديها بثلاث ايام يلا احنا مسافرين عندنا تصفيات اولمبيكس. هي دايما بتبقى كده. يعني حتى بطوله افريقيا اللي اتلعبت في مصر كنا لسه مخلصين بطوله المرتبط يلا عندنا تجميعه 3 على 3 بطوله افريقيا. يعني عشان احنا عندنا السيزون بيبقى طويل ما مش بيبقى عندنا الوقت الكافي اللي احنا نستعد للبطوله كويس قوي، مع ان احنا كمنتخب مصر 3 على 3 لا احنا بنقدر نحقق. احنا كويسين جدا. فرق بره مصر المانيا وبولندا لا الفرق بتعمل لنا حساب كبير جدا. وحتى هم بيقولوا انتوا لو بس اهتميتوا شويه يعني احنا هنبقى في حته كويسه قوي قوي قوي. يعني احنا تصفيات اولمبيكس اللي فاتت احنا كسبنا المجر اللي هو بطل اوروبا في 3 على 3 فلا احنا بنقدر نحقق حاجات ممكن انت يبقى صعب ليها اللي انت تحققها في 5 على 5. يعني احنا ان احنا نروح تصفيات اولمبيكس 5 على 5 دي لازم نطلع من اول 3 في افريقيا وتشز. احنا دلوقتي مش في احسن حاله لينا يعني في 5 على 5. ان شاء الله نقدر طبعا نوصل للتصفيات الاولمبيكس فيها بس برضو 3 على 3 ممتعه بنحبها بنفصل فيها شويه بنعلي الانفيديوال بتاعنا. انا دايما باخدها يعني باخدها من الجود سايد فيها لان الفتنس برجع دايما جاهزه فتنس جدا ان انا اروح العب 5 على 5. فيعني بيبقى في برضو مميزات في كل حاجه الحمد لله. تمر بمناسبه ان انت برضو سنك يعتبر اصغر من باقي الفريق، شايفه في المنتخب في ظل المنافسه دي تقدروا بقى مصر تاخد افريقيا او تصعد اولمبياد ولا لسه برضو الفرق باين 5 على 5؟ يعني بصراحه لان انا شايفه ان الاجيال عماله بتتحسن. يعني كمان في ناس اصغر مني بصراحه بداوا دلوقتي يسافروا اكتر وبقى في لعيبه اكتر بكتير بتاخد اكسبيرينس كبير قوي عشان بيسافروا. فالاجيال عماله بتتحسن. يعني يمكن اول جيل سافر اصلا جيل بتاع نادين، من قبل كده كان الاجيال كلها كبيره محدش سافر محدش اخد خبره. يعني باي تايم ادي المنتخب بتاع مصر ده 3 سنين ماكسيمم هتلاقينا بننافس على افريقيا وبناخد افريقيا وهيكون في اهتمام اكتر بكتير وهيكون في لعيبه احسن. يعني مش بقلل طبعا من اللعيبه بس اللعيبه عندها خبره اكتر
فانا متاكده ان المنتخب ده بجد بجد يعني ليه مستقبل كبير قوي، وكمان ساعتها هيكون اللي هو نادين وميرال ومش عارف ناس دي كبار الفرقه، فلا ده هيفرق قوي يعني، انا متاكده يعني. نادين دايما بيتقال الفريق اللي بيكون فيه اكتر من نجم بيحصل فيه مشاكل، انتوا عدد النجوم ما شاء الله كتير والدنيا على الاقل اللي ظاهر لنا ان هي تمام، فانتوا ازاي بتوصلوا للمرحله دي؟ والله الموضوع فعلا يرجع لكابتن طارق. هو بجد من داي 1 قادر ان هو مفيش حاجه اسمها كده اصلا، يعني مفيش حاجه نجمة اسمها في الفريق، هو مفيش حاجه اسمها كده اصلا. لا هو مفيش مشكله اصلا، هي مشكله لما تبقى فرقه كلها نجوم كل واحد عنده ميزه بتميزه عن الثانيه، مش حاجه تشيل حد من حد او حاجه تسبب مشكله مع حد. كان هو بالعكس كابتن طارق كتير قوي تقال له اللي هو الله يكون في عونك، ده انت رايح في فرقه كلها نجوم شوف بقى هتعمل. هو من داي 1 زي ما قلت لحضرتك كان بجد بيلمنا اللي هو احنا فرقه واحده، احنا كلنا بنلعب لمنظومه واحده، احنا كلنا هدفنا واحد، كل واحد نجم في حته بطريقه، كلكم الفرقه بالنسبه. كان دايما يقول لنا كده 12 عندي زي بعض، 12 عندي نجوم، انا في نادي الاهلي يعني لو انا ما عنديش 12 نجم دي حاجه طبيعيه ان انا يبقى عندي 12 نجم، هو مش مستغرب، بس انتوا كلكم واحد عندي، اللي بيأدي في التمرين والمستواه كذا هو اللي هياخد تايم. يعني حاطط لنا رولز من اول السنه وغصبا عننا كلنا بننفذها، اللي مش هيعملها يقعد جنبي. بالظبط، لا يعني هو كان بيوصل لمرحله يقول لنا احنا بيزنس، انا هطلب منك 1 2 3 مش هتنفذ منهم اقعد بره، انا ما يهمنيش بقى انت نجم انت محقق انت عامل، انا ماليش دعوه. كابتن محمد سلعاوي اسطوره طبعا الباسكت رفع علم مصر في اولمبياد ايه؟ يا نهار اسود، لا طبعا معرفش، انت عارفه؟ ايوه هو 1900 حاجة ايه بقى مش عارف طبعا 1900 حاجة 90. طيب هو مش عايز سنة كام، هو عايز فين؟ هو قال اولمبيك سنة كام يعني؟ هم كانت في بتلاقي فين؟ الاتنين يعني في ارجنتين في لوس انجلوس. بس انا اكسبها صح. لوس انجلوس 84. كابتن محمد سلعاوي في البطولة دي خد هداف الباسكت، جاب كام نقطة؟ جاب 180 او حاجه 90، لا 179 نقطه. كابتن نادر السيد لعب 2 كاس عالم للانديه مع الاهلي، كسب برونزيه فيهم، كانت سنه كام؟ نكلمه نسأله. انا ممكن اكلمه اسأله سؤال 2000 انا ما اعرفش راح الاهلي سنه كام اصلا عشان اقول لك. هو راح شهر 7/2005 وقعد سنه ونص بالظبط. مستحيل كنت اعرف معلومه زي دي. طب ما خلاص ما احنا قلنا سنتين اهو، يعني ممكن تتوقعي سنه فيهم. هو بقى خد البرونزيه سنه كام؟ 2006. طيب نادين، كابتن نادر السيد لعب مع الاهلي سنه ونص، خد كام بطوله؟ واحده. ايه واحده؟ دي صعبه قوي دي، ما خدت بطوله واحده. ستة. مذاكره دي. مذاكره. نادين كانت بتلعب في جامعه ايه في امريكا؟ انا عارفه مش عارفه اسمها بس عارفه يو ان سي جي. صح 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 صح. نورث كارولاينا. ايوه صح. طيب تامارا لعبت في بلجيكا وسويسرا، النادي اللي كانت بتلعب فيه في سويسرا كان اسمه ايه؟ لا مستحيل ده صعب جدا. انا كنت عارفه مدرب يعني حكيم ليون. نيون. نيون. لا ليون دي فرنسا. طيب تاريخ ميلاد نادين كام؟ 28/26 حاجة واحد هجيبها. حاجة واحد 98 بس هقول لك 98 صح؟ صح صح. أيوة 8 أوائل الواحد. أنا معرفش أصلا جان أصلا جان كام؟ 21 21 26 9 تمام. إيه ده أنت شهر 9؟ هو ده كان السؤال. في برج عطارد تاريخ ميلاد تمام 26/9 سنة كام بقى؟ أصغر مني 2004. واضح إنكم محتاجين تقووا علاقتكم مع بعض. طب تمام، هنسأل بقى أسئلة إجاباتها سريعة. ماشي. مين أكتر واحدة في الفريق بتتأخر على التمرين؟ نادين سلعاوي. إيه الفاتي ده؟ نادين سلعاوي والله. والله لأ. ايه الفاتي ده؟ انا معاد التمرين بالظبط. ايوه باجي معاد التمرين. لا اكتر حد بيتاخر على التمرين مين؟ هي قالت نادين خلاص مش هتغير اقوالها. نادين والله نادين. طب قولي انت مين؟
اصل انا فاكره انت فريده وائل. خلي بالك انت كده بتثبتي وجهه نظرها، لان لو بتيجي بدري هتعرفي مين اللي متاخر. لا افهمك، احنا في شله التجمع دي دايما متاخر، فبنبقى جروب يعني كلنا على بعض كده. مين فنانه الفريق؟ فنانه من ناحيه ايه؟ عندها مواهب فنيه بقى بجد. مين فنانه الفريق؟ بيكو. بيكو حلو جدا، بيكو بترسم حلو. مين اكتر واحده بتتاخر قدام المرايه في الفريق؟ طور. سكتت. لا بس من الاوضه بيبقى في مشكله. مين اكتر واحده بتحب الاكل في الفريق؟ مروان. مروان ونادين. مروان ونادين الصراحه. في المعسكرات مين اكتر واحده بتصحى متاخر؟ نادين يوم الماتش بتنام 11 وتصحى 11، يعني بتنام 12 ساعه. لازم وفي نص اليوم ممكن كمان تخطف لها نص ساعه ربع ساعه. طب مين اكتر واحده صوتها عالي في الفريق؟ ميرا. مين اكتر واحده بتستخدم تيك توك؟ تمارا. حاسس كده برضه. طيب لو انتوا خسرانين فرق 2 وباقي خلاص دي اخر هجمه ثواني، مين اللي تديها الكوره تلعب ثلاثيه؟ نادين. تختاري مين؟ ميرال. طيب لو كل واحده فيكوا تعمل حاجه غير الباسكت تختاروا ايه بقى؟ العب فولي. كان نفسي رياضه ولا لا؟ ممكن رياضه. تمام. بحب الفولي. طب وانت تختاري لها تلعب فولي برضه ولا تختاري لها؟ كانت هتليق قوي. وقفه جول كده كده. ايوه الجول.